بحثا عن الريشة الذهبية، أمير شاب يمضي في مهمة خطيرة إلى جبل النسر. من هو الفارس النبيل؟ آيفاندو. وسيم جبار وأمير آيفاندو. أمام الخطر لا يهاب، يستز السيف بالاضطراب. في العالم لا أحد أقوى أشع أنبل من سمو الأمير آيفاندو. الأمير الشجاع آيفاندو. اللص الظريف رابط هود. هيا بسرعة تحركوا، لن تحرك نفسها. ضعها على ظهرك توبي. لا، أين؟ ما أجملها من بداية للصباح بيرتي. فعلاً مولاي، لا مشكلات ولا شخصيات مزعجة. أوش، سرح برفق بيرت. أمر مولاي. هنا توقفت. نعم، لا شخصيات مزعجة. صباح الخير أيها الفقراء. لتنتهي متاعبك وتجد طعام يومك، لا داعي للشكر. أنا لم أشكرك أصلاً. ولا أنا. يا مسكين، لماذا تظن أنك لا تستحق هذه الأشياء؟ مسكين مولاي. شكراً يا بيرتي. أيها الطيب، أنت لا تعرف قيمة هذا الشيء. اسمه بروتشز. أعرفه كله بالتأكيد. المساكين يستحقون البروتشز كما يستحقه الأغنياء تماماً. يا عبقرية زمانك. تريد أن تعرف من أنا؟ لم لا؟ أنا هو اللص الظريف رابط هود. لا، أسرق الأغنياء وأعطي الفقراء. نعم، سعدت بلقائك، لكنني أمير، وطبعاً لا حاجة بي للسرقات. أمير في الغابة، ونعم الروح. لكن سيدتي هو أمير حقيقي. طبعاً أمير، لا تدع أحداً يقول غير هذا، فلتحتفظ بها للأيام الصعبة. نعم، وأنا أرفض بشكل خاص ارتداء الحلى المبهرجة كالناس المتعجرفة. هيا أكمل. مخالبك ملطخة بالجريمة. آيفن لص اللصوص، سارق الأمراء، كما يقال. أنا لما لتفهم جلالتك، أجبرنا على أخذها بواسطة لص رابت. كذب ستيفان، أمسك اللصوص، ستقضي الباقي من حياتك خلف الأسوار. لا تسامح ولا تراجع عن عقابك. مولاي، لم أنصحك يوما بالجري، لكن تعرف أنني لا يمكن أن أسرق. لكن سنستكمل المغامرة. نعم بالتأكيد. مجوهراتي، أمسكهم، لنمسك بالمجرمين. ستيفان، أظن أنك قد تركتني وحدي هنا. ستيفان. حذائي. صباح الهناء يا ماسك الحذاء. خذ من اللص الظريف رابط هود. يا للجمال. مولاي، نحن في ورطة، لنثبت براءتنا علينا أن نجد اللص، نجعله يعترف أو يتم حبسنا كالمجرمين. ولكن كيف نجدها؟ نحن لا نعرف أين ذهبت. أنا غنية. انظر بيرتي. عفوا، سمعتك تقول. لا، دعني أتأمل وسامتي. شكرا. هذه أنا، وصلت. الأرنب سيء السمعة. لا تقول شيئا، أعرف. خذوا هذا واستمتعوا بيومكم. أعطني. لما توقفت توبي؟ لن نسمح لهم بالهرب. لقد سرقوا مجوهرات التاج. وسرقوا؟ لنقل قد سرقوا شيئا خاصا جدا. هل تقصد لا تكن سخيفا توبي. هيا هيا، الخروف اللص لن يذهب بعيدا. نعم هكذا، شمشم توبي، شمشم بكل قوة. امسح كل ما. أين نذهب؟ بهذه الطريقة لن نعثر على اللص أبداً.
عليه. انظر مولاي. كما توقعت تماما. هدوء يا بيرت. توقفوا وارفعوا أيدي. ليست ظنك صحيح. كيف تجرؤ؟ هذه فرشاتي. لم تعد فرشاتك، الفرشات أصبحت لنا، لذا أكمل طريقك. إن ردك رائع يا صديقي. هل يريدها سيدي حقا؟ امسح امسح امسح. هيا امشي من هنا. يمكنني العثور على فرشات الحمام. فرشاته ماذا؟ أعرفكم بصديق اللص، هذا بيك جون. بيك جون! ويا بيك جون هذا الأمير أيفاندو، فارس مغوار يطالب بحريته فوراً. أوه نعم أمير، لست فلاحاً فقيراً تائهاً في الغابة. أنا أمير. أمير بداخلك. ما؟ سيدة هود، أريد منك أن تعيدي سيفي الآن وأن تعيدي كل مسروقات الأمير بجع على الفور. الأمير بجع يظننا سرقناه، مما يضر بسمعة مولاي. وأنا أيضا لو أعدت مسروقات الأمير سفان ستتضرر سمعتي، واللصوص أيضا لهم سمعة وكرامة. الكرامة. الأغاني والقصائد. القصائد. اللص الشريف يهتم بالفقراء والمحتاجين فقط، لا المتكبرين والمغرورين مثل الأمير سبان. هيا أكملي. لا تهمني الأموال، ولدي مجوهرات أخرى كثيرة، لكن هناك أشياء كثيرة لا تستبدل أبداً. اعترفي أين خبأتها. أنت لا تخيفني سفان، لأنك أخيراً قابلت من هو مثلك في الدهاء. البطل الوحيد. الأسطورة. رابت هود. رابت هود. من؟ رابت هود. لم أسمع بك من قبل. أظنك تكذب. ولا أهتم، كل اهتمامي بالفقراء. وهل حقاً لم تسمع بي من قبل؟ معذرة، أنا أقصد أنني متأكد أنك تعرف أين أشيائي أيفاندو. أنا أعرف أنك تعرف أنني أعرف أنك تعرف. بيرتي دماغي خرف. إذا لم تعترفوا فلن تتركوا لي خياراً. توبي اجلب صندوق العذاب الرهيب. بداخل هذا الصندوق حشرة رهيبة مرعبة، عضة واحدة منها تجعل أعلاك أسفلك. توبي فوقه بسرعة، أسرع. توبي الصندوق الثاني. بداخل هذا الصندوق سم، شمة واحدة قد تدمر فراءك. إنه شيء غريب جدا، توبي الضحية دائما. هات الصندوق الثالث بسرعة. عفواً. رائع، أنت فلاح ماهر. قلت لك أنا أمير. انظر، فلاحان اثنان في مواجهة أمير. نحن ضدهم. لقد قلت لك أنا منهم. القوس والسهم، أسرع بيرت. دعه لي أنا. تلك أشيائي. لا تقلقي، ذراعي قوي ونشاني مثالي. ها.
في الهدف تماما. الباروكة الغالية الثمينة. لا تنظروا إلي. ارحل من هنا سبان. لم أكن هنا، هذا لم يحدث. إذن حان وقت الوداع. أرجو أن تخبر أصدقائك عن مغامرتنا، عن الأرنب الذي قبلته وبطولاته. البطل بكل تواضع ولا يفكر في نفسه بل في الفقراء. طيب طيب طيب، إلى لقاء قريب إذن. إذا احتاجوا شيئا فأنا موجودة، لا أرفضهم أبدا. لا. ماذا أقول لكم؟ خذوا مالا، خذوا طعاما. هذا صحيح، خذوا هذا. تحت أمركم، انظر إليهم، يبدون كالأغنياء. هيا بنا من هنا يا بنت. إلى اللقاء يا فقير. قلت لك إنني أنا أمير. هذا رائع، صدق نفسك. إنه أمير بالفعل. حقا؟ في هذه الحالة أموالك أولا. Ba-ba-da-b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 a-